اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو نير. هذا فيديو جديد نهار ديال عيد ميلاد نور. اول حاجه درتها وهي قطعت الفريز كتشوفوا ها هو نقيته كل شيء درت منه هنايا. انا غادي ندور لكم الكاميرا وتشوفوا درت داك جيلي اولا جيلاتي الحلال طيبته وزوقته بالفريز وغنديرو دابا في الثلاجه نجي نوريكم كيفاش داير. هانتوما البنات شفتوا هذا درته هكا في كويسات وزوقته بالفريز فيرس يعني طري درته وسطو هنا طيبته. بعدا طيبت الماء هو الاول عاد كبيت عليه داك الجيلي وخلطته ودرته دابا في كويسات وغادي نطلعو للثلاجه القليله خاصو يبقى ساعتين في الثلاجه باش يلا هاد الجيلي كيجمد. المهم نخلي بعدا تيبرد ياخذ درجه الحراره ديال المطبخ عاد غادي نطلعو ان شاء الله. ودابا غادي نمشي نكمل الشغل ديالي. دابا بديت كنزوق هاد البونه هادي. المهم اللي غيكون اليوم يلا عيطت لي حماتي وقطعات كتبارك ليا المويه. اليوم غادي يكون كيف قلت لكم غير انا وباباها والجيران ديالنا. هادي هي وراجلها وصافي وليداتهم عرفتي نفخت عشرين فيفيخات هذيك اللي كنفخ بها النفاخه نورمالمون ما عرفتش فينا هي وهشام ما كاينش ما عرفتش فين دارها ليا. ايوا صافي هادو كبقاو عندي من عيد زواجي ودابا قلت الله يتديرهم هنايا. انا ما كنلوحش بحال هذا الشيء الا كانت باقا شي حاجه مزيانه كنخلي لها البنات. ايوا غادي ندوز دابا نفخ هادي خمسة هادي كتنفخ هذا العود ماشي مشكل غير بغيت نخليها بلاتي شويه النفخه حيت دغيا كيتفشوا هادو دغيا كيتفشوا. بالنسبه للنفاخات ها هما اللي نفخت. ما البنات نفخت غير خمسة ما قدرتش نزيد مازال نفخ وما عنديش النفاخات والله الا كملت ليها بعيد مبارك. قلت لهشام النفخه كاك عندنا دابا هذيك عندنا راه ما هادو ونعرف راسي ما عندناش النفاخات. المهم نقضيو بهذا العيد المبارك حتى هي راه عيدها اليوم هذا. نفخ تاير خمسه غادي نزوق بهم الطويبله ما غاديش نعلق في سميتو في هذا في الحيط ولا شي حاجه حفيله بسيطه باش نفرح بنيتي. وكان انا جيت لهاد الفقره هذه قبل ما المهم راه الشكلاط باقي كيذوب داكشي علاش كياخذ شويه الوقت. غادي نصيب هادو هاد العويدات اللي فيهم الزيتون ومطيشه والفرماج تيجيو الصراحه زوينين. كيجيو زوينين بلاتي نغسل المطيشه. انا غسلتها دابا قطعها على جوج هاكو باش حنا الكبار نطقطقو حتى حنايا شويه ماشي غير الصغار. غادي ناخد عويد وغندير فيه فرماج هو اللول. صراحه بغيت كاشير ولكن ما مشيتش شتو تو كنا كان كاشير هادي زوينه. نحيد منها الزريعة ليش اللي شفتك سكنتي فيا لما نخمم قلبي حلفت لبغيك نديرك في عينيا
نعيش معاك تكوني مكتوبي. آه يا عمري ما لقري بنات جازوا ليا ما كيفك انتي جامي شفت عينيك. ريح حدايا وشدي بيديا بس كنا عرفك غير انتي تفهمي. ما كملتهم البنات درتهم في الشوكولاتة نخشيهم في المجمد. هادو نتوما كملتهم وغادي نديرهم في الثلاجة. دابا غادي نبدا بالفواكه. بالنسبة للفواكه زينهم بالطريقة اللي بغيتو. انا راكم عارفين عيانة واحد شوية زوقتهم بعير بطريقة عادية. يمكنكم تقطعوهم يمكنكم اي طريقة. راكيني في يوتيوب تبارك الله بزاف كيوريوك طريقة زين الفواكه في العويدات. انا درت لهم هكا بطريقة عادية. مهم غير زوقت وصافي. درت فيها العنب وبلوبيري والفريز وحطيتهم هكا شي حاجه صحيه في طبله الوليدات. ومهم نكمل الفرويت ورجع معكم. هنايا دست غادي نجمع الكوزينه. هاد الوقيته راه تلاقيت مع جارتي وقلتها ليها. المهم قلت ليها نا افونت ايت يعني من ورا العشاء غادي نجمعوا ان شاء الله مع ستونز عندي في الدار صافي. وقالت لي واخا. بعد ما جمعت الكوزينه دستني جبت هاد العيبه هادي غادي نكتب فيها سميت نور ونكتب لها فيها هابي بيرثدي. كتشعل بالضوء البنات. خديتها من سولو كاين هنا في هولندا واحد المحل سولو كيبيع بزاف تخربيق اللي هما زويونين صافي. خديتها من تما. دابا غنقلب على سميتها باش نلصق على تما ونشعل على بالضوء ونحطها لها فوق الطبله. We'll be right back.
حويجاتي دابا صافي غير سبور سبور. غادي نهز الساكي وغادي نمشي دابا باش ندي داكشي اللي شريت ولي صيبت في هاد البلاستيكه هادي وهادشي اللي كاين بلاستيك غير غادي تهزيه في البيكار ماكاينش ليا ندير شي حاجه اخرى يعني بحال هادشي ولا غادي تهزليه في الفيتس. يلا نتلاقى معكم في المدرسه ان شاء الله. المهم وصلت البنات المدرسه لقيتهم في الاستراحه وهنايا بالنسبه لنور ها هي مجلسينا في داك الكرسي باش غادي يحتفلوا بها. ايوا نتوما غنخليكم مع لقطات من هاد المدرسه ماشي نص ساعه كامله اللي دوزات ولكن بعض اللقطات باش هكا ما يجيش الفيديو طويل. هورا هورا هاد الوقيته هادي غتفر قالت ليهم نور هزات هذاك العود وقالت ليهم زعما ابراكادابرا غادي تنسوا وانا غادي نحط لكم كادوات تحت من الكرسي ديالكم زعما الوليدات كلهم ناسين وهي غادا تهز وتحط ليهم تحت الكرسي ديالهم كل واحد تحت الكرسي ديالو ومن اللي زعما غتسالي غتقول لهم يلا فيقوا دابا وغيشوفوا تحت الكرسي غيلقاو هاد سوبرايز. بالنسبه للتصوير خديت الاذن من عند الاستاذه. الوليدات اللي ما كيبانوش هما اللي جلست حداهم من جيت ليمن وجيت ليسر ما كيبانوش ما بينتهمش والوليدات اللي كيبانو راه هما اللي جالسين انفاس معايا وصافي هذا الشيء اللي كاين. صافي هاد الوقيته غادي ناخذ ليها الكادو. هي كانت معنا ولكن ما شافتش الكادو اللي خدينا لها لانني فاش اختاريته صيفطتها مع باباها للطوموبيله وخديت الكادو وغلفته وهزيته وجبته للطوموبيله حتى للدار عاد غادي تشوفوا غتبارطاجي معكم حتى نتوما. المهم هذا المحل كاين في ونصل سميتو سبيرخوت بازار يعني واحد المحل ديال اللعاب اللي هو كبير. بغينا نمشيو حتى الانتر تويز لان غنطبو بلا غنحطوها بعيده وغنخلصو عليها باركين غالي وحنا ما تعطلوش حنا عند مول اللعاب لوما هذا عنده بزاف الحاجات واخا المحل فيه غير طابق واحد ماشي مشكل. المهم هنا راه اختارينا اللعبه وكلشي وغلفناها ليها وحنا غادي نمشيو للدار هنا راه من ورا العشاء عاد غادي نبارطاجي معكم اللعبه هي كتحلها دابا. اوغيا بيب بيب هوغا بيب بيب هوغا بيب بيب هوغا هوغا بيب بيب هوغا خذ اوفا حلي مزيان شرقي 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 كبوت 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 شلك يا خطسه ايه ها ها الزبل لا ايوه دي وتغنزت
باغا تحلهم وتشوفهم صعب، ماشي كل واحد تشوفه بوحده. سالي شي واش تقدر، مازالش الوقت يا خدينا لها هاد اللعبه. هادي لعبه عباره على هاد الطريق، هادي كتصيبيها الطريق. وباش زوينه هاد اللعبه كتبقاي تشري ليها الديطاي ديالها من عند هذاك الحانوت. سيري ديريها تما دابا، ما تخشاش لهداك الشيء تحت السداري. لا لا هادي نصوبوه صعب. واش يصيبوه هنا؟ لا صافي لا سير. ما هي ما يحل مع باها. وهذيك اللعبه كيدوز فيها الترين، هاد الترين كيدوز فيها كشريوه بوحدو، هذا كيخدم بالباتري حتى يخدمها الا لصق معها. المهم انا غادي نمشي باش غادي نوجد الطبيله، ما بقى والو، غادي يجيو الناس لان دابا الصلاه روب درت معاهم ستونز. داكشي اللي ما غاديش يذوب هو اللي غادي نبدا نحطو في الطبيله. هاد الكويسات هبطتهم للوليدات في الاشكال شوشو، هادو ديال بارتي ديالهم. كتبت نور ودرت فيها هابي بيرداي زعما 5 سنين، هذيك نور في الفوق. دابا نبدا نحط في الطبله.
my baby, my Valentine. Good night, you're making my temperature rise. If you leave me, I go die. I swear, you are like the oxygen I need to survive. I'll be honest, your love ain't they totally me. I'm so obsessed. I want to chop your body. هذه هي الطويبله اللي صيبت دابا اشياء بسيطه ودرت ليها الشميعات باش كنشعلوهم. لا ما بغيت ندير لا طارت لا حتى شي حاجه لان ما كنتش اصلا غادي نعيط حتى على الجيران غير ملي اشتعجب الحال في المدرسه قلت لجارتي جيبي وليداتك واجي. يا نورمال ما تنعرض على حتى شي واحد اما العائله واما صافي. درت لها شميعات باش تطفيهم في نفس الوقت الوليدات هادو غادي ياكلو وغادي يكملوهم. طارت غادي يبقى النص ديالها وغنبقى حتى غادي نرميها ما غاديش تكال. نقدر نديرها في النهار ديال هشام نقدر حتى هو ندير ليه غير شي شكيلات اخرين بحال ماكم. الطبيله جات الشكل ديالها زويون ومنوعه ومتيوله وباشياء بسيطه. قدرت نصايب طويبله هكا زوينه. المهم انايا قنعتني والله يجعل شي بركه. كيف قلت لكم هنا كتبت نور هابي بيرثدي. درت غير هابي دي 5 ودرت لها القليب ونور حداها نجمه حيت هي النجمه ديالي وهي الستار ديال الدار. ياك نور انتيا فايف انتيا ايوا صافي هادشي اللي كاين وهذه هي الطويبله اللي درت. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. قولي رايكم في كومونتير. 5 هي اختي الزين شكوكيه. هنا حطيت شويه الفاكهه بالنسبه للناس كبار غيبغيو شويه تقطيق غيبغيو هادشي. حنا الكبار حطيت كيسان باش غنشربوا شي حاجه عصير راه حطيته دابا في الثلاجه. بالنسبه للوليدات حطيت لهم هذوك الكيسان ديال البارتي تمايا وصافي. وشوفوا نور كردت لي الصالون. نعم نعم انهم الاطفال. ايوا صافي ما بقى والو. يجيو هشام سخرتو يجيب القهوه لان جينا نقلبوا لقينا القهوه سالات وصافي. بالنسبه لهاد الجيلي غتلقاوه عند التركي جيلي جيلاتين غتلقاوه عند التركي كيبيعوا في واحد اما كتلقاو الساشي اما كتلقاوه في سميتو في الكارطون. وانا قطعت فيه الطروفه كيف شفتو ديال الفريز ما كيبقاش يتحرك ما كديريه في الثلاجه. هذا كيعجب الوليدات. ايوا صافي بانكيك على هاد الطريقه. ها جيلي جيلي بنتي جيلي جيلاتين ماشي فور درينك استراكس خايصه ما تكين دغيا واش موتي زيخة اوكي خويا مارخ هالو دو ما اوبن دو ما اوبن دات از كابير دات از كابير بيتش هاف واو يونيكورن كليغه واو هذا زيك
Waar moet je zeggen nog? Moet je zeggen dankjewel. Dankjewel. Is echt mooi. Wat denk je? Oh, leuk. Leuk. Is heel leuk. En ik dit lijkt weer. Kleuren vinden, welke pas wel. En mooi. Ik weet niet alles. Is echt mooi. En vind jij dat goed bent? Ja, ja. Is lekker, toch? Ik ben maar in kleine, weet ik niet welke maat, maar ik was een beetje... Het is nog, is niet een beetje smal. Ja. Beetje smal. Denk je wel, het is echt mooi. Sana hilwa, ya gemil. Sana hilwa, ya gemil. Sana hilwa, sana hilwa. Sana hilwa, ya gemil. Sana hilwa, ya gemil. Ya gemil. Sana hilwa, ya gemil. Goletje. Is makkelijk, hè? Ja. Selvina, 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 Selvina. Ja. Ik zeg Noor. En tata Elena heeft ook goed gezegd. Ja? Ja. Is makkelijk, hè? Ja. Hoi! Ik zie het ook de meeste. Ik was net. Oké. Ik heb mij. Ja? Dat was camera. Camera, Mike is op. Ja? Hallo? Ik ga te laat. Ja, maar nu moet je. Hai, je pap, ik ga de knijen, staat. Daar zijn knijen. Jouw moeder geeft zoesje op de buik. Ja, en zij kan het nu opruimen. Jij moet nu oefenen. Ja. Dan ga ik terug. Ah, zij geeft aan. Kijk, Noor is boven? Nee, daar, de, wacht mij. Moet je pyjama aan. Oké. Ja, 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 oké. Ik ook moet. Ja. Ook moet knuffelen, ja. Doe maar. Zeg. Je wordt warm, hè? Waar is ze? Knuffelen geven. Ja. Doei. Noortje, doei. Doei, doei. Op de bladen die kunnen meesnoeien. En mijn telefoon daar is ook. Oh. Ja. En morgen zoeken. Doei. Ja, laat me slemmen. Ja, dat mag. En ik ben een meisje, heb ze toen weer. Dankjewel. 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 من يوم سعد مشوا اليوم مع طلط نور وتوبع طوليداتهم كانوا مجمعين شحال يوا صافي وصلت ثانيه وناس كلشي تفرتك دابا راه تسعود غنقسمين جمعت الكوزينه كي شفتو حلفت عليا قالت لي لا نلعبوا اولادي مع بنتك ويجمعوا معها القشوش انا غادي نجمع معاهم سيري انتي ديري شي حاجه اخرى يوا صافي قلت لها نجمع قالت لي ما تجمعيش معنا هما اللي خاصهم يجمعوا حيت انا راكم عارفين اللي يلعب بشي حاجه تيجمع ما يجمعش لوالد انا كنت كنجمع النور فاش كانت عند عامين وفاش كان عند عام كتلعب لعبه وكنجمع بعما دابا حاليا اي حاجه لعبت بها كترجع راسها ايوا صافي بركت معاهم قاسه معاهم تما ومراقبهم تجمعوا كل شيء انا جمعت الكوزينه ديالي درت لا ماشين كدور عرفتي كنحس براسي عيت دابا لبست عليا بيجامتي وغادي نمشي نطلع نغسل عليا الوجه ديالي دابا ونمشي الناس لانني عييت الصراحه عييت ما عرفتيش بغا يبقى يتفرج ولا شوفي انا غادي نمشي الناس لانني من الصباح وانا واقفه وجري ليا نجري ليك والله العظيم اليوم وقفت بزاف
مهم البنات، نتمنى يكونوا الافكار ديال اليوم عجبوكم. بزاف الاخوات عيد ميلاد وليداتهم قربوا، كنقول لكم سنه سعيده لوليداتكم وعيد ميلاد سعيد لوليداتكم، لا انت هي لبنتك ولا انت هي لولدك. ونتمنى من الافكار البسيطه تكون نالت الاعجاب ديالكم وما كتاخذش بزاف ديال الفلوس، غير هذاك الشيء الزواق ياخذ شويه الوقت. مهم تهلاو في راسكم، تصبحوا على خير مع فيديو جديد. باي باي.